مساء الخير متابعينا ومتابعينا جوجل ميديا، اهلا ومرحبا بكم بتغطيه جديده من محافظه الشرقيه وتحديدا من مركز المدير بالبيس. احنا معنا حلقه انسانيه. عبد الرحمن سنتين ونص وبيعاني من ضمور من المخ، ومعانا ابوه هيتفضل يحكي لنا بقى الاستاذ محمد يحكي لنا قصه معاناته مع عبد الرحمن. وباع معظم عفش بيته الله يكون في عونه، باعها ما عادش للانتريه اللي قاعد عليه دون، وحتى ملوش ثمن عشان يعرف يبيعه. مساء الخير استاذ محمد، عرفنا بقى حكايه عبد الرحمن. انا اسمي محمد رجب عبد الرحمن بطل عبد الله، ولد عبد الرحمن، طفل الوحيد، ما عنديش غيره. عبد الرحمن عند 14 كده رحنا نطعمه تطعيم، لقى دماغه مش مظبوطه، قال نروح اعمله اشعاعات وكده. رحنا لقينا عنده ميه على المخ، فالدكتور قال لك عاوز عمليات وكده. عملنا له عمليه، ركبنا له صمام او شنط بمعنى اصح، وده انه قاعد سنه ولا حاجه، مره مراحل الطفل الطبيعيه. وبعد كده جه عند سنه ونص الموضوع نازل، ولا دخل في غيبوبه. رحنا بالمستشفى حاجه ده بتاع 5 7 اشهر، اتعمل له دخل عمليات يجي 3 4 5 6 مرات، تركب له شنطه ثانيه غير اللي كان موجود، وشنطه كمان عشان ضغط الماء زاد على المخ، وجاله نسبه دهون من كتر دخول العمليات طبعا. وزي ما حضرتك دي كلها مراحل بقى، يعني الواحد عانى فيها ماديا، ويعني جبت كارد من البنك بدفع 3020، وبعت كل ما ينفع ويتباع في عفش بيت. انا يعني اصلا لسه عريس جديد، مبقاليش 3 سنين اصلا، فاهمني ازاي؟ بعت كل ما هو ينفع يتباع، والباقي طبعا ما حدش يشتريه او ملوش سعر بمعنى الاصح. احنا بس طالبين اي حد مساعده طبيه ماديه، اي حد يقدر يساعد عبد الرحمن، عشان انا خلاص يعني انا دلوقتي داخل في مراحل مش كويسه. اصلا انا قاعد بالايجار، الشقه دي اصلا ب 1200 جنيه وبدفع 100 ونور، فيعني تلاقي 2000 جنيه اصلا لو اشتغلت ايدي واسناني مش هعرف اسدد الديون. المستلف اصلا من الناس اللي حواليا كلها سالف من طوب الارض، تمام؟ والناس دلوقتي واقفه له بتطلبني من الديون، فانا المراحل اللي جايه اصلا انا مش عارف اروح، خلاص انا داخل في مراحل وحشه. في نفس الوقت برضه مش عاوز اثر مع الطفل، لان انا خلاص بقالي سنتين ونص خلاص، يعني بمعنى اصح مش الحمد لله على قبل كل شيء، بس انا يعني خلاص حاليا ما عادش عندي، انا كشخص يعني ما عادش عندي اي خلاص، الله اعلم بقى المراحل اللي جايه. فاحنا بنطالب بس، بنناشد اي حد في الدوله، اهل القلوب الرحيمه، اي حد يقدر يساعد عبد الرحمن او يساعد حالتنا الماديه او الاجتماعيه دي، يعني ربنا يجازي كل الناس خير. يعني حضرتك محتاج مساعده طبيه، مساعدة طبية، مساعدة مادية، أي حاجة. يعني أي حد يعرف مثلا يتدخل في يعني أي جراحة كلام من ده. في حاجات تطورات أكتر في موضوع عبد الرحمن، وعنده ضمور على المخ ومية استسقى على المخ، في تطورات مثلا أي دكتور أي حاجة من الدولة، في تطورات طبية ولا أي حاجة في حالة عبد الرحمن. أحدث اللي إحنا عملناها يساعده علاج طبيعي غيره وغيره في حالة عبد الرحمن ديت عامة، فيتدخلوا. يعني حضرتك بتشتغل ايه يا استاذ محمد؟ انا شغال ترزي باليوميه في ورشه كده هنا في البلد، فعامل باليوميه. التطعيم اللي كان عبد الرحمن رايح ياخده، التطعيم كام شهر؟ 4 اشهر. يعني ويوم التطعيم ده اكتشفت ان هو تعبان؟ هي لقى دماغه كبيره وكده، فهم قالنا رجعوا للمخ، الدكتور مخه واعصابه وكده. من ساعتها بقى لنا سنتين اهوت، يعني الحمد لله، يعني ربنا اللي يعلم يعني السنتين دول عدوا عامل ازاي. عبد الرحمن مولود على كام شهر؟ مولود في الشهر الثامن. يعني الشهر الثامن، انا الشهر هو ده ممكن يكون السبب، الله اعلم برضه كله ايه؟ كلها اسباب يعني. حضرتك بتقول ان المرض اللي عنده ده مش مرض وراثي، صح؟ لا لا لا، مش وراثي، ده يعني كده ان انا وامه كويسين، وما فيش حد في عيلتهم ولا حد في عيلتنا، هو حاجه من عند ربنا، حاجه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. نعم بالله، ربنا يتم شفاعه على خير. طب حضرتك بتطالب المسؤولين بايه؟ عاوز ايه يعملوا لك؟ علاج طبيعي، انا هو عنده استسقاء على المخ ونسبه دمور. علاج طبيعي، تطورات طبيه اكتر من اللي احنا عملناها، لان اصلا هو راح الجامعه، فيعني احنا عملنا كل اللي متاح في الجامعه، فاي تطورات طبيه، علاج طبيعي، ماديا في حالتنا الاجتماعيه ديت، اي حاجه يعني. يعني اصحاب القلوب الرحيمه بقى من الدوله، من اي حد يعني، احنا بنناشد الناس عامه يعني، فاهمني ازاي؟ احنا بنعمل اللي علينا والباقي على ربنا سبحانه وتعالى. نتمنى لو اي حد يقدر يسافر حتى بره ان هو يتعالج، يعني
يعني انت عاوز الدوله او داس تتكفل بعبد تتكفل بعبد الرحمن سواء علاجه هنا او يسفروه خارج يشوفوا حل لمشكلته ليها علاج ما لهاش علاج يقولوا لك تعرف الدنيا ماشيه ازاي يتبناه بمعنى الاصح ويتبنى حل. طب العلاج بيجيب نتيجه معاك ولا ما بيجيبش نتيجه؟ هو حاليا هو يعني هو بياخد علاج مسكنات زي عشان ما انت حضرتك طول الوقت هو صاحي كده يعيط تبول مش عارف ايه فهو اصلا ما بيقعدش ولا بيمشي نايم على طول دمور هو يعني هو كده عنده استسقاء دموي ودمور في المخ استسقاء ماء على المخ بمعنى الاصح ودمور نسبه دمور في المخ نايمه خالص طول الوقت مصدعه الجهاز كده وبيتالم منه. رحمن عبد الرحمن ما عندوش اخوه صح؟ لا لا ده طفل الوحيد اول طفل ليا عنده 3 سنين يعني متجوز بقالي اصلا 3 سنين شويه. الف سلامه ربنا يسلمك ان شاء الله ربنا يديك. مين بيرعى عبد الرحمن؟ مين اللي بيرعى عبد الرحمن؟ والله والدته يعني ربنا اللي يعلم بيها بقالها 2.5 سنين من ساعه ما جابته فهي ربنا يعلم بيها يعني يمكن ما بتنامش ساعتين على بعض اساسا يعني ربنا اللي يعلم بيها. وانا طبعا في المواضيع دي كلها فانا كنت برضه بعطل في شغلي كتير وبيحصل لي مشاكل في شغلي وبسيب كذا مكان وبغير اماكن كتير بسبب برضه ليها كل شويه ابني واروح اجري بيه وهي طبعا هي كواحده او كست مش هتعرف تعمل كل ايه كل حاجه بنفسها يعني ممكن تعاقب لي بس بالكتير لكن كل حاجه لا اكيد لا فانا يعني ربنا اللي يعلم. عبد الرحمن لسه ما بيتكلمش؟ لا هو ما بيتكلمش اساسا هو عنده ضمور فمأثر على الكلام وعلى المشي ودايما زي ما انت شايف حضرتك كده بالمنظر اللي انت شايفه ده يا نايم يا زي ما انت شايفه بالمنظر اللي هو طالع عليه في الفيديو ده. طب بص عبد الرحمن كان يعني كان كويس لغايه امتى من الولاده والموضوع ده عنده بيعاني منه من هو عنده قد ايه بالظبط؟ كان كويس لغايه 4 اشهر. رحنا متعاملين 4 اشهر لقى دماغه كبيره. تعبنا واجتهدنا وعملنا له العمليه ربنا يعلم احنا عملناها له ازاي. ده اول عمليه. عمليات مكلفه جدا. وقدنه لغايه 1.5 سنة وبعد كده ايه الجهاز وقف او الكتم بمعنى الاصح قال لك عاوز تغيره وكده فاحنا كنا اتكلمنا ماديا اصلا احنا ايه على علاجه كنا خلاص بقى 1.5 سنة فاحنا خلاص يعني 1.5 سنة مصاريف وتعب. دخل عمليات اكتر من مره تركب له شنطه تاني وقال لك ضغط الماء زاد على المخ فمحتاج شنطه كمان. ده اننا بقى انه داخل طالع ده الشنطه مش عارف يتحرك من مكانه ده الشنطه مكتوم ده دخل عمليات كتير 3 4 5 6 مرات. يعني انت كنت الاول بتعالج على نفكاتك انت الخاصه مش نفكات الدوله او ما تديش الجامعه في الاول. انت في الاول وديته الجامعه ولا نفكاتك انت الخاصه؟ لا في الاول نفكاتك انا الخاصه. خلاص كان اول حاجه يعني انا خلاص بحب كل حاجه عشان اعمل ابني عمليه. كل الامكانيات العمليه دي كانت مكلفه جدا يعني ممكن تخشها في 70,000 جنيه 80,000 جنيه دلوقتي العمليه الواحده. فيعني اول عمليه دي انا كنت ادارتي بعت مش عارف ايه كارد كده عملت له عمليه. عملتها. ضليت بقى متاثر ماديا طول السنه دي وعلاج وطبعا عبد الرحمن كل شويه لدكتور مخ واعصاب وكل شويه عند دكاتره وكده. وجاي على 1.5 سنة انا خلاص بقى ماديا خلاص انا عملت كام عمليه؟ ديت حاليا بالعمليات دي كلها دخلت 6 مرات عمليه. 6 مرات عمليه. وعنده كهرباء على المخ. وعنده كهرباء كمان على المخ. العلاج ده مكلف بالنسبه لك؟ مكلف. مكلف. مكلف جدا. انت مرتبك الجهاز ده. طب ما جبتلوش اي علاج من العلاج بتاعه؟ ما جبتلوش اي علاج من العلاج بتاع الدموع؟ لا انا بجيبه له بس ربنا برضه يعلم برضه احنا ايه يعني احنا حاليا ماديا يعني مش عاوز نصرف مع عبد الرحمن بس احنا الفتره اللي جايه الله اعلم اللي هيحصل. المرتب بتاعك بجازي ويجيب العلاج بتاع عبد الرحمن تدفع ايجار بيتك وكده؟ المرتب بتاعي حاليا اصلا مش مكمل البيوت المخلات اللي هي متطالب بيها اللي هي البنك اللي انا جبت منه والايجار مش جاي مش مكملهم اساسا. يعني زي حضرتك غير الناس الخارجيه اللي هو الناس اللي هم المحيطه بينا سالف ربنا يعني سالف منهم كلهم وهم يعني حاليا مش عارف اصلا اسدهم ازاي. يعني انت اخد كارد غير اللي انت سالفه من قرايبك من صحابك 23 كل شهر. ده الكلام ده بعد ما جبت من كل اصحابي والناس المحيطه بقى عائليه وطبعا انت فاهم حاليا ماديا الناس كلها عامله ازاي فاللي بيدوا يعني اللي هيديك مره مش هيعرف يديك الثانيه مش هيأثر معاك بس هو مش هيقدر يديك الثانيه.
بس هو احنا ناس عاديين خالص ما فيش اي حاجه، بس هو تعب عبد الرحمن يعني الحمد لله في كل شيء، هو تعب عبد الرحمن الحمد لله يعني الحمد لله. ان شاء الله ربنا يشفيه يا رب. يا جماعه بنناشد جميع المسؤولين والناس بتوع الطب اتبنوا حاله عبد الرحمن، سواء يعالجوه هنا او ما لهوش علاج هنا نخرجه نسفره الخارج. بنناشد جميع القلوب الرحيمه كل ناس عبد الرحمن، ممكن ندعمه ماديا، ممكن ندعمه نشوفه محتاج صحيا عاوز ايه، علاج عاوز ايه، وربنا يا رب يشفيه يا رب. ودي كانت حاله التواصل رقم التليفون 011-00-34-71-94، ده رقم التليفون الشخصي بتاع الحالة بتاعنا شخصيا. ناشد أي حد يقدر يتواصل مع والد عبد الرحمن، يتواصل معاه حتى لو بأي مساعدة يقدر يقدمها، وإن شاء الله نلاقي حد يساعده ونقدر نعمل. نعم بنعمل اللي علينا والباقي على ربنا، احنا بناخد بالأسباب وبنعمل اللي علينا والباقي على ربنا سبحانه وتعالى. مننا اعزائي المشاهدين نقلنا لكم حاله انسانيه من محافظه الشرقيه تحديدا من مركز مدينه بلبيس، عبد الرحمن محمد رجب. دمتم في امان الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.